عايزين تعملوه في مصر هيبقى محتاج ايه؟ هيبقى محتاج على سبيل المثال طاقه مثلا. كان عندنا مشكله طاقه كهربائيه، وكنت بكلم فخامه الرئيس وبقول ان احنا يعني في 2014 كان عندنا نقص في الطاقه الكهربائيه، وكانت مشكله بقى لها يجي 7-8 سنين في مصر. لا دلوقتي ما فيش كلام، ده احنا عندنا ما يقرب من 60,000 ميجا، وعندنا حوالي 20-25% من الطاقه الكهربائيه متوفره. نفس الكلام ينطبق على الغاز، كان برضو عندنا نقص في الغاز، لكن الحمد لله لدينا فائض وبيتم تصديره دلوقتي. ده انا بتكلم على الطاقه اللي هي لازمه لاي صناعه واي مستثمر عايز يتحرك. بالاضافه لكده الحقيقه خلال ال7-8 سنين اللي فاتوا دول اتعملت بنيه تحتيه، انا بقولها بتواضع، هائله. احنا عملنا ما يقرب من 6000 مشروع يتكلفوا حوالي 8 تريليون جنيه عشان نأهل الدولة المصرية لأن هي تكون جاهزة للعمل لشعبها، وأيضا تشجع المستثمرين على أن هم ييجوا يجدوا فرص موجودة في مصر. في بنية أساسية متطورة أقدر أقول، في مواني ومطارات تستطيع أنها تستقبل بشكل حديث ومتقدم أي حجم من التجارة وأي حجم من الحركة، طرق للربط بين الكلام ده، سواء كان بالسكك الحديدية. ولسه كنت بقول لفخامة الرئيس دلوقتي ان احنا بصدد انشاء اكبر شبكة قطارات كهربائية حوالي 2000 كيلو، يمكن خلال 2-3 سنين نكون افتتحنا، او 2 سنين نكون افتتحنا المرحلة الاولى منهم حوالي 450 كيلو، ثم بعد 2 سنين كمان يبقى افتتحنا المرحلة الثانية والثالثة. الخلاصة انا عايز اقولها لكم ان احنا عايزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم. هنشوف فيلم صغير كده عن جزء يسير من الجهد اللي اتعمل. احنا بنتكلم على مدن زي ما قلت عدد، احنا بننمو كتير، يعني نمونا 2 مليون وشوية، وبالتالي محتاجين يبقى في نمو في المدن عشان الزحام اللي كان موجود في القاهرة قبل كده وفي بعض المدن الأخرى يتراجع وينتهي، وده اللي احنا ماشيين فيه وتقريبا حققنا فيه إنجاز كويس. مرة تانية أنا سعيد بلقائكم، أنا ما قلتش كتير لكن بقول لكم مصر بترحب بيكم زي ما بلجراد بترحب بينا، والفرص اللي موجودة هنا هي فرص لينا، والفرص اللي موجودة في مصر هي فرص موجودة ليكم، وإحنا دورنا كحكومة وكمسؤولين عن البلد نحن نيسر لكم العمل حتى تحققوا النجاح اللي هو نجاحكم هيبقى نجاحنا أكيد يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.